وكالة بلومبرج الأمريكية نشرت تقرير بيوضح أن قارة أفريقيا لديها القدرة على إنتاج 1 تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنوياً، وده بحلول عام 2035. ده يسمح لدول القارة أن هي تصدر الوقود الأخضر وتعزز الصناعة المحلية. قالت الوكالة كمان أن مصر هتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في أفريقيا ب 20 مليون طن سنوياً. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور اللي منورنا في الاستوديو، دكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة وتغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور، منورنا. صباح الخير يا استاذ بسنت. صباح الخير يا محمد. اهلا بيك يا فندم، كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيبه، واسمحوا لي ان انا اهنيكم بالعام الجديد وبمناسبه الاعياد، واهني الساده المشاهدين وجميع من يحتفلوا باعياد الميلاد، سواء اللي احتفلوا في 25 او في 7 يناير. كل سنه وانتم طيبين، كل الشعب المصري طيب وبخير. كل الشعب المصري بخير. دكتور، يعني من الاول كده خالص بقى، ايه الهيدروجين الاخضر واستخداماته ايه هو، وايه الفرق بينه وبين الهيدروجين الازرق؟ ليه بنسمع ساعات هيدروجين اخضر وهيدروجين ازرق؟ تمام. طبعا حضرتك عندك حق في السؤال، لانه التعبير بتاع الهيدروجين الاخضر هو تعبير مستجد في عالم الطاقه بصفه عامه، لانه الحقيقه الهيدروجين كان عليه ابحاث من السبعينات والثمانينات علشان يبقى صورة من صور الوقود، لكن ما خدتش مجالها في التطبيق نظرا لمحدودية كانت استخدامه في حاجة اسمها خلايا الوقود. والهيدروجين هو أحد المكونات الأساسية للمية. المية كلنا خدناها إنها H2O اللي هو هيدروجين وأكسجين. فلما بيتحد الجزيئين بتوع الغازات اللي هم أكسجين وهيدروجين بيطلعوا لي جزيء ميه، والميه دي لو انا عكست الايه، بدل ما اعمل تفاعل بدمج الاثنين عشان اطلع ميه، عملت عمليه تحليل كهربي للميه، فهتنفصل تاني الغازات اللي فيها الى المكونات الرئيسيه. فده مصدره يعني والهيدروجين. اه، فهي بالظبط انا باخد الميه واحللها عن طريق الكهرباء، خلينا نقول في 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 يعني في اغلب الاحيان او في السائد يعني من التكنولوجيز، واطلع منها هيدروجين واطلع منها اكسجين. الميزه بقى ان الاثنين نافعين. الاكسجين لازم في عمليات صناعيه كثيره وايضا في المستشفيات، والهيدروجين بدانا نفكر في استخدامه كوقود، لانه هو اساس الهيدروجين. كنا بنعمل يعني كل وحدات، مثلا شركات الاسمده عندها وحده توليد هيدروجين، ده من زمان. لأن الهيدروجين أحد مدخلات صناعة الأسمدة. طيب إيه بقى؟ يعني معنى كده أن الهيدروجين أنا بنتجه من المية. عظيم. باستخدام طيب. الكهرباء. طب بما أننا بنراعي البعد البيئي، الكهرباء دي منتجة منين؟ ما هو ده بقى الإجابة على سؤال الأستاذة بسنت بتاع الهيدروجين الأخضر. بس خليني بس أسترسل في حتة الهيدروجين دي، لأنها مهمة أوي الحقيقة. فكرة أنه الهيدروجين كان يستخدم من المية بدأت تتطور، وبدأوا كمان يستخدموا الغاز، تحليل الغاز الطبيعي إلى غازات مختلفة واخد منه أيضا هيدروجين، فأصبح هناك مصدرين للهيدروجين، مصدر المية ومصدر من الغاز الطبيعي. الهيدروجين الأخضر تحديدا اللي كان حضرتك بتسأل دلوقتي، هو بيتم عن طريق التحليل الكهربي للمية عن طريق طاقة نظيفة أو طاقة خضراء اللي هي مولدة من الطاقة المتجددة، وليكن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وبالتالي بما أنه مصدر الكهرباء اللي أنا استخدمته لتحليل المية هو مصدر أخضر، فالهيدروجين ده ما بقاش له ما يعرف ببصمة كربونية. ما يعني في إنتاج الهيدروجين نفسه لم أستخدم أي وسيلة بتولد كربون، وبالتالي حتى في توليد الهيدروجين توليد نظيف. احنا عامه بنطلق الجرين او الاخضر على اي حاجه نظيفه، بمعنى الكلمه جرين ان حاجه لا تسبب انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. تحديدا إن خلينا نقول الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري اشمل شويه، لان في غازات اخرى غير ثاني اكسيد الكربون احنا بنجملها كلها في غازات دفيئه، ثاني اكسيد الكربون المكافئ. فمعنى كده انه اي منتج البصمه الكربونية بتاعته اللي هي بيسموها الكربون فوت برينت بتاعته صفر، ده أخضر. مش لا يعني اللون مش جاي من لون، بالتأكيد
الخضار الأشجار هي بتمتص ثاني أكسيد الكربون فبتساعدنا في تنقية البيئة، وبالتالي ارتبط اللون الأخضر بلون تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فأصبحنا نصف أي شيء نظيف بيحافظ على البيئة ما فيهوش انبعاثات كربونية باللون الأخضر، ومن هنا جت التسمية دي. الألوان الأخرى بقى، أولا الـ 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 الأزرق بالذات اللي حضرتك كنت بتسألي عليه قبل الهواء، الأزرق ده ناتج من تحليل الغاز الطبيعي بأي مصدر كهرباء، مش ضروري بقى مصدر متجدد. يبقى ده الألوان الأخرى في بنفسجي وفي غيره، مش مجالها دلوقتي إن احنا نقعد نعدد الألوان، لكن ده بيبقى من تحليل المية بس باستخدام كهرباء العادية. طب الكهرباء العادية إيه مشكلتها؟ الكهرباء العادية مولدة من محطات توليد بتستخدم الوقود اللي بنسميه الوقود الأحفوري، اللي هو يا بترول يا غاز طبيعي، وده بالتأكيد حرقه بيطلع غازات. إذن في عملية إنتاج الهيدروجين نفسها أنا تسببت في بعض التلوث اللي طالع منين؟ من الوقود اللي اتحرق في محطة الكهرباء اللي ولدت الكهرباء وأنتجت بها الهيدروجين، مقارنة بالأخضر اللي الكهرباء بتاعته طالعة بصفر كربون، صفر انبعاثات. وبالتالي هنا بقت ميزة الهيدروجين الأخضر. صحيح. طيب اسمحوا لي بس أقول نقطتين مهمين يمكن هيهموا حضراتكم ويهموا السادة المشاهدين. في حدثين مهمين جدا، يعني أنا مثلا التاريخ بن 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 بنقول قبل ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح. ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بنقول قبل حرب 73 وبعد حرب 73. ليه؟ لأن المقاطعة العربية للبترول أثناء حرب 73 أشعرت الغرب المتطور اللي معتمد على بترول العرب بخطورة سلاح البترول، ومن هنا بدأوا يتكلموا في الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. النقطة الأخرى المفصلية في التاريخ هي حرب روسيا أوكرانيا اللي أشعرت الجميع بأن الاقتصاد العالمي وليس الطاقة فقط مرتبط ببعضه، ولو حد مسيطر على مجال توريد الطاقة هيقدر يهد العالم كله زي اللي حصل دلوقتي. ومن هنا النقلة بقى والاهتمام بالهيدروجين الأخضر بعد حرب روسيا وأوكرانيا، نقل العالم كله في اتجاه ان احنا لازم ندور على مصادر منتشرة وليست مركزة في مناطق. ومن هنا جاء الاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر في المناطق اللي فيها شمس كتير وفيها صحاري أو أراضي تصلح لتوليد الكهرباء لأنها بتحتاج مساحات كبيرة. ويمكن أيضا، وده بقى هيدخلنا على تقرير بلومبرج، ويمكن أيضا أن تكون لها شواطئ تسمح بأن احنا نضغط الهيدروجين ده في صورة سائل زي بالضبط الغاز الطبيعي احنا بنصدره كغاز مسال، عندنا وسائل إسالة في إيدكو وغيرها، بنضغط الغاز الطبيعي ونحطه في ناقلات بالضبط زي ناقلات البترول لأنه سائل، وننقله ونصدره في أي حتة. ومن هنا جاء اختيار أفريقيا من قبل أوروبا لأنها أولا قريبة سواء عن طريق رأس الرجاء الصالح، علشان كده هم فكروا في جنوب أفريقيا وزامبيا ان هم يحطوا فيها توليد طاقة متجددة عشان يطلع هيدروجين، فكروا وبالتالي أصدر من المحيط تحت ويجي على رأس الرجاء الصالح على البحر المتوسط على أوروبا، أو المغرب وموريتانيا وهي نفس القصة على البحر المتوسط على أوروبا، أو مصر تحديدا. ودي الثلاث مناطق اللي أوروبا بتشتغل عليها دلوقتي بتركيز علشان تنتج هيدروجين أخضر في أفريقيا، علشان المصلحة مشتركة. يعني احنا هيساعدونا في ان احنا ننشر الطاقة المتجددة ونولد هيدروجين أخضر، ونكتفي ذاتيا باللي احنا عايزينه. الهيدروجين الأخضر بيستخدم في حاجتين زي ما قلنا، هيدروجين بيستخدم في كمدخل للصناعات كتيرة جدا من الكيماويات وأسمدة وخلافه، وأيضا بيستخدم كوقود في محطات الكهرباء أو حتى في البيوت. والنهاردة بدأنا في مصر تجربة ان احنا نخلط الغاز الطبيعي بالهيدروجين الأخضر علشان يبقى خليط من الاتنين، وبنجربه وبنشوف ما مدى تأثيره على كفاءة الاحتراق وعلى الأجهزة. إذن أصبح داخل عندنا كوقود، أنا بس مهتم ان انا اقول الهيدروجين ده وقود،
وليس مثلا طاقة، ده بينتج من حاجة، فهو بنستخدمه كصورة من صور الوقود زي البنزين اللي بنحطه في عربيتنا أو الغاز الطبيعي اللي بنحطه برضه في العربية أو بنشغل بيه أي مصنع. عظيم. دكتور عادل، عايزين نعرف إمكانيات مصر في هذا المجال. يعني حضرتك اتكلمت عن الموارد الطبيعية، فإحنا قلنا إن في شمس، في رياح الحمد لله، شواطئ، كل دي كحاجات طبيعية ومصادر طبيعية موجودة عندنا، لكن إمكانياتنا إيه عشان ننتج هيدروجين أخضر؟ ربنا حب مصر بالحقيقة مصادر طبيعية للطاقة متجددة. مصر تقع في منطقة هامة جدا على مستوى العالم اسمها منطقة الحزام الشمسي، احنا وليبيا والمغرب والأردن والمجموعة دي اللي في مجموعة شمال أفريقيا، وأيضا دول أخرى ماشية متوازية معنا، وده أعلى معدلات سطوع شمس في العالم. عندنا الأيام الغايمة أيام عدد محدود مقارنة بدول ما بتشوفش الشمس. طيب الحاجة التانية بقى إن احنا عندنا سرعات رياح الحقيقة عالية جدا جدا في منطقة البحر الأحمر. وش معنى البحر الأحمر؟ البحر الأحمر جاي بين جبلين كبار، الجبال اللي موجودة في الصحراء الشرقية الغربية والجبال اللي موجودة في سيناء وفي الصحراء الشرقية، وبالتالي بقى عامل زي التانل زي النفق، ومن هنا جت سرعة الرياح العالية جدا. ولو تلاحظوا عندنا حركة هجرة الطيور ماشية في نفس المسار ده، وعلشان كده اهتمينا جدا بان احنا نعمل نوع من القياس لحركة الطيور علشان مراوح الهواء ما تأثرش عليها وعلى البيئة. طيب يعني النهاردة حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي انا عايزة اكد على معلومة ان الهيدروجين ده وقود وليس، وحضرتك سكت بعدها، هل الناس متخوفة ان ممكن يكون نوع من انواع الطاقة المؤذية خلينا نقول؟ لا، هي لا مش مسألة مؤذية، اللي اقصد اقوله ايه، احنا يعني احيانا بيتم خلط في الاعلام ما بين مصادر الطاقة ونحط ما بينها الكهرباء والهيدروجين الاخضر. هي الكهرباء مش مصدر طاقة، الكهرباء منتج نهائي. صح. انا بحرق وقود اللي هو يا بترول يا منتجات بترولية اللي هو مصدر الطاقة، يا غاز طبيعي، واطلع منه كهرباء احنا بنسميها صور الكهرباء التجارية اللي اقدر اتبادلها واشتغل بيها وانشرها واوزعها. طاقة بقى، بقت طاقة، منتج طاقة بقى، خلينا لو قلنا باللغة العربية الفصحى منتج طاقوي، انرجي برودكت، لكن وليست انرجي سورس. هنقدر نشوفه بقى في المستقبل يعني القريب بياخد محل الوقود؟ مش القريب يا فندم، حاليا في مصر ابتدينا نعمل اتفاقات عشان نعمل مصانع تجريبية. وفي العالم موجود في حاجة، في عربيات دلوقتي منتشرة على مستوى العالم كله بحاجة اسمها خلايا الوقود. خلايا الوقود دي زي البطارية بالظبط، بحط فيها بحاجة صغيرة كده، رياكتور صغير كده، بحط فيه شوية هيدروجين واخد الاكسجين اللي موجود في الجو واحرق الهيدروجين ده، اطلع حرارة يشغل موتور، الموتور ده او يعني انجن، والانجن دي تشغل العربية. اصبحت العربية عربية مستقلة ببطاريتها بالظبط زي عربيات الكهرباء. والحقيقة يمكن مستقبل العربيات اللي بتشتغل بالفيول سيل افضل من مستقبل العربيات الكهربائية لاسباب عديدة، لكن خلينا أقول ده قائم. دول كثيرة جدا مثلا أساطيل شركات زي تي ان تي ومش عارف ايه، شركات النقل السريع في أمريكا مثلا، التراكس كلها شغالة بالفيول سيلز يعني هيدروجين. فلما يبقى كمان هيدروجين أخضر يبقى أنا كده يعني في مسألة أساطيل النقل. السفن دلوقتي في سفن بتجهز نفسها تتمون ب الهيدروجين الأخضر، الطائرات، كل وسائل النقل لقيت أنه أول حاجة أنه أولا هو تركيز الطاقة فيه عالي جدا، الحجم اللي أنا هستهلكه قليل، وزنه أيضا قليل، وبالتالي هو أفضل من أي وسائل أخرى للوقود اللي مع الوسائل اللي بتاعت الحركة. لأنه حضرتك كل ما قللت الوزن في وسيلة الحركة نفسها كل ما استهلكت الطاقة أقل. مشكلة الكهرباء أن البطاريات نفسها تقيلة ولازم أجر العربية بما فيها من بطارية، وبالتالي جر البطارية مع العربية بيستهلك جزء من الطاقة. ميزة الخلايا الوقود إنها في الوزن أقل، وبالتالي كفاءة استهلاك الطاقة في العربيات اللي بتشتغل بخلايا الوقود أعلى بكتير من، عشان كده قلت مستقبل العربيات بتشتغل بخلايا الوقود أفضل من مستقبل العربيات بتشتغل بالكهرباء. طيب دكتور عادل، احنا ينقصنا ايه في مصر في هذا المجال؟ احنا محتاجين نعمل ايه خلال الفتره اللي فاتت اللي جايه؟ حضرتك قلت ان احنا وقعنا اتفاقيات كتيره جدا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس لانتاج الهيدروجين الاخضر، احنا محتاجين ايه كمان؟
يعني هو سؤال خليني أتكلم بصراحة شوية. أنا بيحضرني مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي اللي كان من سنوات كثيرة، والحقيقة احنا وقعنا فيه بروتوكولات 2015 كثيرة جدا، واللي تنفذ منها على أرض الواقع محدود. تخوفي أنه هذه الهجمة على مصر، لأنه كل واحد بيبقى عايز يجي يحجز جزء من السوق، لكن الشركات دي هي حاطة في خططها التنموية اللي هي البيزنس ديفلوبمنت بلانز بتاعتهم هيفعل هذا الكلام امتى؟ هو جه حجز وعمل بروتوكول معاك وحط قال لك انا هعمل 20,000 ميجا من الهيدروجين او من واتيفر، دي كلها بروتوكول، اي اعتزام، خطوة اعتزام او نوايا. لكن اعتقد بما انه بقى توجه عالمي فدول صادقه ده غير توجه عالمي. لا، الدوله نفسها والقياده السياسيه من قبل احداث روسيا وهم راوا ان ده المستقبل، والحقيقه الاستراتيجيه اللي في مصر هي استراتيجيه واضحه، واعتقد ان كل الجهات صحيح بتدعمها، واللي مطلوب بس انه يستعان بكل الخبراء اللي بكل موجودين طبعا ويجمعوهم، ويمكن تكون فكره ان احنا نعمل حاجه اسمها وايت بيبر وتنشر على الانترنت علشان كل المصريين اللي بيفهموا في هذا المجال وليهم اراء فنيه يشاركوا. طبعا بكل تاكيد الدوله دايما بتستعين يا دكتور عادل بذوي الخبرات طبعا بالتاكيد بكل سواء تأكيد في مصر طبعًا او في الخارج، لانه احنا محتاجين هنا التكافل والتجميع كل الافكار صحيح حتى تتم وضع خطط قابله للتنفيذ. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا دكتور عادل بشاره خبير الطاقه المتجدده والتغير المناخي، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا ليكم يا فندم.